الرسم الكاريكاتوري في الصفحات الداخلية من هذه الصحيفة، والرسم الكاريكاتوري أيضا يتعلق بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهذا الرسم الكاريكاتوري للكاريكاتوريست ستافرو جبرا من الصفحات الداخلية من صحيفة البلد، والعنوان أو الحدث يلي انطلق منه هذا الرسم الكاريكاتوري 12 قطبة في فم أوباما بعد إصابته خلال لعب كرة السلة. وبطبيعة الحال الرسم الكاريكاتوري والكلام الوارد في هذا الرسم يتحدث عن نفسه، وكما ذكرنا هذا الرسم من الصفحات الداخلية من صحيفة البلد بعدد الصدر لصباح اليوم الأحد 28 تشرين الثاني 2010 للكاريكاتوريست ستافرو جبرا.